أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الاقتصاد المصري أظهر خلال السنوات الأربع الماضية قدرة ملحوظة في مواجهة الأزمات، وأضاف مدبولي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية أن الاقتصاد المصري سجل معدلات نمو بلغ متوسطها نحو 4.3% وذلك خلال الفترة من 2020 وحتى 2020. ان مصر بموقعها الجغرافي والسياسي جزء لا يتجزا من جميع التفاعلات الاقليميه والدوليه. وكما ان لها تاثيرها وتدخلاتها فانها ايضا تتاثر بمختلف المتغيرات والمعطيات. وفي مواجهه التحديات المتلاحقه فقد حرصت الحكومه المصريه وبتوجيهات ودعم من القياده السياسيه الرشيده لفخامه السيد رئيس الجمهوريه على تبني السياسات اللازمه لمواجهه تلك التحديات، كما واصلت مسيرتها نحو تنفيذ الاصلاحات الهيكليه الداعمه للنمو والتشغيل، وعلى راسها المزيد من تشجيع القطاع الخاص، والتي توجت باطلاق وثيقه سياسه ملكيه الدوله، بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل والاستثمارات والتصدير. وهو الأمر الذي مكّن الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات المركبة والمتشابكة التي شهدها الاقتصاد العالمي، حيث أظهر أداء الاقتصاد المصري على مدى السنوات الأربع الماضية قدرة ملحوظة في مواجهة الأزمات.